معنا هاتفيا من عمان الباحث السياسي سيد حسن حسين العليان، مرحبا بك. على الرغم اذا من اختيار رئيس للبرلمان ومحمد الحلبوسي، الا ان المراقب يستطيع ان يقرا الانقسام الكبير الذي يضرب الكتل السياسيه. كيف تقرا تكوين مجلس النواب وسط هذه الانقسامات؟ انا الحقيقه المشهد بأشر الى اتجاهين. الاتجاه الأول أنه لا زالت قوى الفساد والمفسدين هي الممسكة بزمام النظام السياسي في العراق. العامل الآخر بأكد أنه محور الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة، وأن المحور الصاعد هو محور المالكي إيران وحلفائهم في الطرف الآخر، سواء الكرد أو السنة. المشهد حسم رئاسة البرلمان ستؤشر باتجاه حسم رئاسة الوزراء. انكشفت التحالفات حقيقة في يعني رئاسة البرلمانات على مستوى العراق ككل الآن. طيب، أعتقد أنه المشهد رايح إلى مزيد من التعقيد ولمزيد من الشد والأزمات. طيب، إلى أي مدى إذا ترى أن ما حصل اليوم في البرلمان جريمة ومسرحية لترسيخ المحاصصة؟ هذا الوصف هو قول النائب كاظم الصيادي. هو كاظم الصيادي جزء من المحاصصة. لا أحد في العراق اليوم خارج المحاصصة. لا أحد في العراق اليوم خارج المحاصصة، من أقصى العراق إلى أقصى. ومن يتحدث بخلاف ذلك من شركاء العملية السياسية فهو كاذب. العراق أسس على المحاصصة ويحتاج إلى نضال طويل وقد يمتد إلى زمن طويل ليسقط موضوع المحافظة. العراق اليوم يقوم على ثلاثة أرجل مذهبية وعرقية، والولايات المتحدة هي من أسست لهذا النظام، ولا أحد في الإقليم حريص على أن العراق يتعافى ويعود لهويته الوطنية المحلية. يعني هذا الموضوع صار خلف ظهرنا، وبالتالي أي تصريحات خلاف ذلك أكذوبة. اليوم إذا ترشح أحد من مكون السني للبرلمان على قوائم المالكي مثلا، على قوائم العبادي، فلن يقبل، أكيد سيسقط. أكيد هناك منافسة غير حقيقية، والصراع في العراق اليوم ليس على من سيعمل لحساب هذا البلد، الصراع على من يريد أن يقتسم الثروات ويقتسم العائدات. بالفعل يعني حتى انتخاب الحلبوسي شابه تهمة دفع 30 مليون دولار لمنافس مقابل الانسحاب. من يمول هذه الصفقات الكبيرة؟ ويعني كيف تقرأ ما يحدث الآن؟ يعني الممول هم سراق العراق، وأنت بتعرف أن العراق فيه خير كثير. منذ الاحتلال حتى اليوم سرقت منه مئات المليارات وتجاوزت تريليون دولار، وبالتالي حيتان الفساد هم من يختزن أموال العراق ولا زالوا، ويتنافسون على المناصب للحفاظ على مكاسبهم وزيادة سرقاتهم ليس إلا. وبدون توصيف، يعني كل شركاء العملية السياسية فاسدون، وهم من نهب أموال العراق، والولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأكبر لعملية نهب العراق. نعم، إذن والنتيجة؟ النتيجة يعني صحيفة ناشونال انترست ذكرت أن العراق وسط ما يحدث الآن مقبل على كارثة بسبب التنافس الحزبي والطائفي. والعراق في كارثة منذ 15 عاما. نعم. بس كل يوم تتعقد وتزداد، ليس إلا يعني هو الكارثة منذ زمن. لأنه النظام السياسي اللي تأسس في العراق الهدف منه استمرار الكارثة. يعني هذا النظام السياسي لن ينتج للعراق لا استقرار، ولن ينتج تنمية، ولن ينتج ديمقراطية بين قوسين مزعومة. نعم، إذا مع التظاهرات في العراق هذه غاياته. نعم، مع التظاهرات المستمرة التي تدعو إلى إسقاط هذه الطبقة السياسية، إلى أي مدى يمكن المراهنة على وعي الشارع لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في العراق؟ حقيقة يعني منذ زمن طويل ونحن نتحدث أن العراقيين، أن النظام السياسي في العراق وصل إلى طريق مسدود بسبب عجزه عن معالجة قضايا البلد، قضايا العامة في البلد.
التنمية والاستقرار والإعمار، وبالتالي لم يتبقى للعراقيين من خيار إلا وحدتهم في الشارع. حتى اللحظة لا أرى وحدة العراقيين في الشارع، عندما تنتفض البصرة يقف عراقيون الغرب والشمال متفرجين، والعكس صحيح. حسام الحاد، أنا أعتقد واحد من المعيقات عملية نهوض الشارع بالمجمل العام، لأنه تيارات الإسلام السياسي في العراق اليوم قسمت العراقيين تقسيم جيد والحمد لله، وبالتالي هذه التيارات عمقت الموضوع للدفاع عن مكاسبها بما فيها المرجعيات الأكذوبة، هاي مرجعيات السنة أو مرجعيات الشيعة، هي أكذوبة سياسية الحقيقة توظف لخدمة النظام السياسي. نعم، أشكرك من عمان كاتب والباحث السياسي السيد حسين الحليحي.